حكم الحج لرجل عليه دين؟ إذا كان عن الإنسان دين فالحج ليس واجبا عليه، وإذا لم يكن واجبا فإن الدين والعقل يقتضي أن يقدم الواجب الذي هو الدين، فنقول اقضي دينك أولا ثم حج. وإذا مت في هذا الحال فليس عليك إثم حتى لو استسمح صاحب الدين، لأن صاحب الدين سوف يطالبه به، غاية ما هنالك أن صاحب الدين يسمح له أن يقدم الحج فقط. فنقول لو استسمح، لو سمح لك، هي المسألة تحريم المغادرة من أجل حق الداعي، المسألة إبراء الذمة قبل أن نحج.